بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا بداية أن نعرب عن تهانينا القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على النجاح المتميز لموسم الحج لهذا العام معربين عن خالص الشكر والامتنان على دعوته الكريمه لهذه القمه الاستثنائيه التي تمثل فرصه طيبه لتوثيق علاقات الصداقه التاريخيه وتكريس الشراكه الاستراتيجيه بين دولنا والولايات المتحده الامريكيه الصديقه بقياده فخامه الرئيس جو بايدن وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنميه لكافه شعوب الشرق الاوسط بمواجهه مشتركه للتحديات التي تهدد الاستقرار الاقليمي والامن والسلم الدوليين والمصالح العالميه. ان منطقه الشرق الاوسط ذات المكانه الاستراتيجيه الدوليه المهمه عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلب منا تفكيراً متزناً وعميقاً لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي لا بد من حلها بتسوية عادلة ودائمة واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وفقا لحل الدولتين ومبادره السلام العربيه وخلق الفرص الاقتصاديه الواعده والمستدامه للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعليه في تنميه شامله الابعاد كما تم عرضه في مخرجات ورشه السلام من اجل الازدهار التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019. إضافة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني. ويبقى التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول من ضمن أخطر التحديات القائمة، إذ يخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، وقد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات، احترامًا لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية، ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، علاوة على وعلى مواصلة الجهود المشتركة، لجعل الشرق الاوسط منطقه خاليه من اسلحه الدمار الشامل ومحاربه الارهاب والفكر المتعصب وتنظيمات المتطرفه الخارجه عن القانون ان الحفاظ على الامن والاستقرار الاقليمي يستدعي منا التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبيه لتطلعات شعوبنا نحو السلام والنماء والازدهار وفي هذا السياق نؤكد على اهميه استمراريه عمل القوات البحريه المشتركه وتفعيل قوات واجب مشتركه اضافيه بالنظر الى دورها المحوري في حمايه الملاحه الدوليه وتامين امدادات النفط والتجاره العالميه عبر مضيق هرمز وباب المندب ونقدر عاليا التعاون المثمر والبناء بين قواتنا البحرية الباسلة والأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لما يزيد عن خمسة وسبعين عاما من مملكة البحرين وعلى هذا الصعيد فإننا نؤكد على أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار اسعار الطاقه العالميه بما في ذلك زياده الاستثمارات لتوسعه الاستكشاف والتكرير وادخال التقنيات الجديده التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهه تضخم الاسعار ولا نقفل هنا عن ضروره التشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها لتأمين وصولها للاسواق العالميه وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضرره تحقيقا للأمن الغذائي. إننا نتطلع بكل امل وتفاؤل ان تسفر هذه القمه عن نتائج مثمره ومخرجات بناءه تعزز مسار التعاون المشترك وترسخ علاقات الصداقة بين بلداننا لكي يمكننا من مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وارساء الأمن والاستقرار ووضع مرتكزات علاقة وطيدة وممتدة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل. نسال الله ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح لدولنا وشعوبنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته